تحية لكم أيها الأحبة، وتحية لكل من يساهم في هذا العمل الوطني والإنساني، جهات مدنية وعسكرية وأيضا جهود وطنية وأهلية. عودة الخدمات الأساسية إلى الولايات المضرة تشكل هاجسا كبيرا وأولوية وطنية قصوى لدى المعنيين. نتحدث الليلة عن العودة التدريجية لقطاع الكهرباء للولايات المتأثرة من الحالة المدارية شاهين برفقة ضيوفنا الكرام. نرحب باسمكم مشاهدينا بالمهندس إبراهيم بن علي الفارسي، مدير أول شؤون المشتركين بشركة كهرباء ماجان. مساء الخير المهندس إبراهيم. مرحبا فيك. كما نرحب مشاهدينا بالمهندس ماجد بن ناصر البوسعيدي، رئيس عملية التوزيع بشركة كهرباء مازون. مساك الله بالخير المهندس ماجد. مساء النور أخت بيان وجميع المشاهدين الكرام. جهود وطنية تقدم أيضا لعودة الخدمات الأساسية، منها الكهرباء واحدة من أهم الخدمات الأساسية في الولايات المتأثرة وتضررت بشكل كبير في الفترة الماضية. أنا أبدأ مع ولاية السويق ومع كهرباء مازون بالتحديد. نتحدث عن نسبة عودة الخدمات الكهربائية أيضا لهذه المناطق المتضررة. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم في البداية على هذا اللقاء لتوضيح الجهود التي تقدمها شركة كهرباء مازون في سبيل إرجاع التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة ومنها ولاية السويق. طبعا في ولاية السويق الحمد لله قطعنا شوط كبير في إرجاع الكهرباء بالنسبة للشبكات الرئيسية، حيث وصلنا إلى تقريبا نسبة 100% لجميع الخطوط الرئيسية والمحطات. هذا تقريبا أمس يعني حققنا 100%. بالنسبة للشبكات الجهد المتوسط وصلنا إلى 90% إلى مساء اليوم. وطبعا شبكات الجهد المنخفض هي اللي ما زالت يعني فيها جزء متأثر ويحتاج إلى إصلاح. ممكن نكون نسبة المشتركين أيضا اللي هم وصلتهم الكهرباء في حدود 65%. نعم، يعني عندما نقول شبكات الجهد المنخفض نحاور اليوم مشاهد عام، نود أن نقف أيضا مع هذه المصطلحات، ماذا نقصد؟ نعم طبعا الشبكات الكهرباء شوية يعني فيها أجزاء معينة أو فيها معقدة نوعا ما، لأنها تتكون من أجزاء كثيرة، تتكون من شبكات رئيسية، شبكات فرعية. نعم. ومحولات. فالاستراتيجية لإرجاع الكهرباء لازم نبدأ من الشبكات الرئيسية، نضمن أن الشبكات الرئيسية كلها صحيحة. نعم. المحطات جميعها شغالة، ومن بعد يعني ننتقل إلى شبكات الجهد المتوسط والمنخفض. شبكات الجهد المنخفض هي اللي عادة تكون قريبة من المنازل. نعم. وهي الآن يعني أكثر تأثرا بالنسبة لولاية السويق، ولابد من إصلاح الجميع الشبكات هذه لحد عشان توصل الكهرباء إلى الجميع. نعم، الحال أفضل في ولاية الخابورة، يعني نسبة 98% الكهرباء عادت بشكل كبير في المناطق المتضررة. نتحدث أيضا مهندس إبراهيم عن هذه الولاية. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر لكم إتاحة الفرصة لنا لتوضيح الجهود اللي قطعها قطاع الكهرباء في السلطنة، مركز على طبعا بالمناطق اللي كل شركة من شركات القطاع مسؤولة عنها. فيما يخص ولايتي صحم والخابورة، بالنسبة لصحم الحمد لله وصلنا لنسبة 100% توصيل مشتركين. ما رايح أغطي موضوع الشبكات، أغطي موضوع عدد المشتركين. بالنسبة للخابورة وصلنا إلى نسبة 98% كنسبة تغطية كهرباء أو توصيل كهرباء للمشتركين. طبعا مسألة التوصيل لتوضيح الصورة بشكل أكبر، ما نقصد فيها استخدام الشبكات القائمة. في بعض المواقع لا توجد شبكات، احنا ننشئ شبكات من البداية، لكن استخدمنا المكاين بالمعنى العامي أو المولدات بالمصطلح المعروف لتوصيل التيار الكهربائي للمنازل، بحيث أن كل مواطن ينعم بخدمة الكهرباء حتى أنه يقدر يبدأ من بداية يعني وصول الكهرباء، يقدر يتحرك في الجوانب الأخرى في حياته اليومية. الكل يعرف الكهرباء أساس تحرك كل القطاعات، كذلك المستهلك أو كذلك المواطن يحتاج إلى وجود الكهرباء بشكل يومي ومستمر. بالضبط، عامل حياة يعني. ركزنا على هذا الجانب سواء كان في المناطق الساحلية أو في المناطق الجبلية. يتبادل لدهن الجميع 2% وين؟ ليش ما وصلنا 100%؟ بالضبط هذا 2% يعني احنا جاهزين نوصلها، جاهزين
نوصل ونغطي 2%. يبقى عندنا معيارين، معيار السلامة في العقار أو في البيت، بمعنى مأمونية توصيل الكهرباء للبيت، فبالتالي نوصل الخدمة. كذلك أيضا توفر الطرق خاصة في المناطق الجبلية، طرق صعبة، طرق أيضا تأثرت بالأنواع المناخية، تعمل الجهات الأخرى لفتح الطرق، فتحت بعض الطرق وصلنا غطينا، فتحت بعض الطرق لكن معدات ما قادرت توصل. فبالتالي البعض يتساءل سيارات دفع رباعي وصلت، احنا وصلنا لكن معداتنا ما قدرت توصل، لنا معدات المستخدمة تحتاج إلى طرق تكون يعني نوعا ما جاهزة لدخول هذا المعدات. أنا كما ذكرت في حديثي، الحال في ولاية الخابورة أفضل بكثير من الحال في ولاية السويق بالتحديد، يعني منازل كثيرة ما زالوا ربما لأكثر من أسبوع، 8 أو 9 أيام هم بدون كهرباء، ومع الأسف كان هناك خيار للخروج من المنزل والذهاب إلى شقق من قبل قطاع الإغاثة والإيواء، ولكن بعض الأسر فضلت أن تكون قابعة في بيوتها. نتحدث هنا المهندس ماجد عن العوائق التي تحد أيضا من وجود الكهرباء في هذه المنازل بالذات في السويق. تحدث المهندس إبراهيم عن الطرق وعن المأمونية أيضا. طبعا أيضا في عامل آخر اللي هو انهيار شبكات الجهد المنخفض، يعني لما يكون الأعطال كثيرة طبعا عامل الوقت أيضا يعني واحد من العوامل اللي يحتاجوا لحد ما نرجع الكهرباء. العامل الآخر أيضا أنه دخول المياه إلى منازل بعض المشتركين، وبالتالي يعني فعلا مثل ما ذكر المهندس إبراهيم يعني من خطورة بمكان توصيل الكهرباء إلى تلك المنازل حتى لو الشبكة واصلة قرب بيته يعني. فلذلك هذه واحدة من العوامل أيضا اللي هي التحدي أمام يعني شركات الكهرباء في إعادة الخدمة، بالإضافة طبعا مثل ما ذكر الأخ إبراهيم أيضا الطرق طبعا واحدة من العوامل، لأنه أيضا كثرة المياه أو تدمير الطرق هذه واحدة أيضا من العوائق التي حالت دون يعني سرعة الإنجاز. نعم، والاستعجال في الكهرباء يعني أكيد ليس من صالح المشتركين بدون أدنى شك. يعني السلامة واحدة من أهم المعايير في مثل هذه الحالات. سنكمل هذا الحديث ولكن ننتقل مباشرة، ينضم معنا من جديد الزميل محمد المهري من ولاية السويق. إليك محمد، كاميرا برنامج من عمان. إذن محمد سينقل لنا أيضا بين فينا وأخرى عن المشاهد العمل الدؤوب هناك، أنتم أيضا كنتم في أرض الميدان. تحدثني المهندس ماجد عن موقع دائم في الولاية، أو المهندس عفوا إبراهيم عن موقع دائم في الولاية كان خلال هذه الفترة. نتحدث عن هذا العمل أيضا الدؤوب من الميدان تحديدا. احنا بداية في شركة كهرباء مجان لما عرفنا موقع الحالة وتأثر ولاية الخابورة بشكل كامل بالحالة المدارية، عملنا مركز عمليات في الخابورة، وبعد ذلك عملنا جولة استطلاعية للولاية بحيث نحدد مستوى الأعطال الموجودة في الولاية وتأثر الولاية، تأثر الشبكات من وين ممكن نبدأ. وزعنا الفرق بعد ما تم معرفة الأضرار في الشبكة الكهربائية. الخابورة يعني تأثرت كل شبكاتها، كل مناطق الخابورة تأثرت بدون مقياس، تأثر يعني في تركز أو في مركزية في 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 بعض الأعطال خاصة في الخط الساحلي، مناطق قصبية البوسعيد، قصبية الزعاب، قصبية الحواسنة، خور رسل، من تأثرت بشكل كبير بالأودية. نعم، فحدث تدمير كلي لبعض شبكات الكهرباء. أنا في بعض المواقع كنا نبحث عن شبكات ما حصلنا هذا. بعض المحولات راحت المحولات. نعم، يعني الحال بالفعل كان صعب وصعيب خلال هذه الفترة، ولكن بجهود الجميع سيكون أفضل. نعم. وعمان ستعود أبهى وأجمل. نعود مجددا للزميل محمد المهري. إليك محمد وتفاصيل هذا المساء في السويق. شكرا بيان. طبعا مشاهدي الكرام نرحب بكم أيضا من انضم إلى هذه القافلة أيضا من هذه الفضاءات التلفزيونية في برنامج من عمان، ويسر أن يكون معي في هذه الدقائق
سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس قطاع الإغاثة والإيواء. سعادة الشيخ اليوم نرحب فيك في برنامج من عمان، واليوم لله الحمد هناك حبة وطنية جميلة رائعة. نسأل أيضا ما هي آخر أخبار أيضا هذا القطاع الحيوي، قطاع الإغاثة والإيواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلال الأيام المنصرمة قل عدد من هم كانوا في مراكز الإيواء، أصبحنا اليوم وصلنا إلى معدل 4.4% من الذين تمتعوا واستفادوا من مركز الإيواء ليأويهم ليكونوا في مأمن، وتم توفير لحوالي 1400 فرد من أبناء هذا الوطن الغالي علينا في مقرات سكن بشقق فندقية تقدموا به العديد من أصحاب الخير من المواطنين ليكون يحتضنوهم في هذه الأماكن إلى أن تهيأ لهم بيوتهم ويرجعوا إليها يكونون في مأمن. كذلك هم الآن ينتظرون أن يقوموا أبناء هذا الوطن من إنهاء خدمات التطوع في عملية تجهيز منازلهم، وكذلك شهدنا على الواقع الكثير من العسكريين الذين كانوا وما زالوا يقدمون خدمتهم لأجل هذا الوطن. طيب كيف قرأتم هذه اللحمة سعادتك من خلال دوركم أيضا دور التنمية الاجتماعية؟ هذه الهبة الوطنية كانوا رديف حتى للمؤسسة الرسمية، عندما نكون في بلد القطاع الحكومي هناك له مساند أيضا من المجتمع. ماذا شعرتم أنت على المستوى الشخصي سعادة الشيخ؟ ما هي المشاعر التي انتابتك في هذه اللحظة؟ الشخصية العمانية دائما تفرض نفسها في الواقع. الشخصية العمانية شخصية معطاء، شخصية متعاونة، وشخصية تحب أن تتطوع وطوعت نفسها لخدمة هذا الوطن الغالي علينا. الكل شهد هذه الملحمة الوطنية الكبيرة يوم أمس ويوم الجمعة وصباح الجمعة، حيث توافد العديد من المواطنين والمواطنات إلى هذه الأرض، كبير وصغير. هذا مشهد يعني يفتخر به وعظيم جدا، يفتخر فيه ويحق لنا أن نفتخر ونتفاخر. والكل شهد حتى ما قرأناه ما لمسناه من ردود أفعال وقراءات من الصحف الدولية، وجدنا أن بالفعل الشخصية العمانية شخصية معطاء، شخصية متراحمة، وشخصية محبة. إذن سعادتك سؤالنا الأخير السريع، هناك من يسأل أيضا عن يعني هذه الظروف أكيد ألمت بكثير من المواطنين في مختلف المحافظات أو الولايات التي تعرضت لهذه الأنواع، فيما يتعلق بالإعانة المادية متى تعطى وما هي آلياتها؟ الحمد لله رب العالمين، معظم موظفي وزارة التنمية الآن في الميدان من الساعة 8 صباحا إلى لغاية الساعة 6:30 في كل حلة وقرى ومدن ولاية السويق وكذلك ولاية الخابورة والمصنع والآن في صحم، يذهبون حسب القطاعات المقسمة وهي خطة وضعت ليتم حصر كل منزل التي من تأثر ويتم تدوينه، وخلال ما أقل عن 48 ساعة تصرف له الإعانة، وهي ليست بإعانة وإنما هي مساعدة طارئة لكل منزل. في انتظار طبعا أكيد كل هذه المساندات أيضا من القطاع الحكومي أيضا من القطاع الخاص، واليوم القطاع الخاص سعادة الشيخ يعني مطلوب أن يكون أيضا له أكيد الدور، وهو له دور أكيد يعني مقدر. نتمنى لكم دائما كل التوفيق. سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية رئيس قطاع الإغاثة والإيواء، نتمنى لكم دائما كل التوفيق، والمجتمع أكيد لكم مساند والمجتمع لكم معين إلى أن تصلوا إلى هذه المرحلة من الاكتفاء لكل المواطنين الذين تعرضت ربما ممتلكاتهم أيضا من جراء هذه الأنواع لبعض الأضرار، وعمان تتكاتف دائما وتخلص هذه الجراح بين المسؤول والمواطن. شكرا جزيلا. عمان عظيمة بشعبها وقيادتها وسلطانها. شكرا. أحسن. إذن مثل ما ذكر سعادة الشيخ راشد، هناك تفاصيل وعمان عظيمة فعلا قيادة وشعبا ومواطنين، وهذه اللحمة الجميلة. مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم في هذا التطواف وهذه المحطات المسائية وبرنامجكم من عمان. شكرا لك محمد على هذا الرصد أيضا المباشر من ولاية السويق، تشهد
عمل وطني دؤوب، ملحمة وطنية تمتد أيضا من شمال عمان إلى جنوبها. نتحدث نتواصل مع المهندسين أيضا إبراهيم الفارسي وماجد البوسعيدي، وحديث عن العودة التدريجية للكهرباء في ولايتي السويق والخابورة وأجزاء من صحم. أرحب بكم من جديد في هذه الحلقة، ومباشرة نبدأ نتحدث عن تنبيه أصدرتموه أيضا مهندس ماجد فيما يتعلق بالتأكد من سلامة المنزل قبل عودة الكهرباء بالنسبة للمشتركين. صحيح، يعني من المعروف طبعا الماء هو عدو الكهرباء. وطبعا الحالة المدارية شهدت أمطار غزيرة وجريان أودية وانجرافات، فكان لابد أيضا من التأكيد على المشتركين الكرام أنه يتأكدوا أن توصيلاتهم سليمة، أنه ما في إسلاك مكشوفة، أنه أيضا أحيانا بعض الصناديق العدادات انجرفت بأثناء الجريان الأودية هذا أو المياه، وبالتالي صارت الكهرباء غير مأمونة توصيلها لهذا المشترك. فإحنا ندعو من هذا المنبر إلى جميع المشتركين الكرام إنه اللي عنده يعني حس إنه في خطورة داخل تسليكات ماله يتوجه إلى شركات الكهرباء أو الاتصال بمراكز التواصل، وبالتالي يعني الفنيين جاهزين إنهم يجوا أيضا يفصلوا الكهرباء، وبالتالي يعني المشترك أو ممكن يجيب أيضا الفني بحيث أنه يعدل التوصيلات الكهربائية لتصبح مأمونة. نعم، لأنه قد تحدث يعني حوادث ويعني مشاكل نتيجة أيضا هذه العودة المفاجئة بغض النظر عن المعطيات داخل المنزل. نؤكد صحيح على هذه النقطة أيضا برفقتك المهندس إبراهيم. مثل ما ذكر المهندس ماجد، الكهرباء والماء لا يتفقان. المنطقة مأمورة بالماء. صحيح، يعني حتى لو المياه بدأت تجف لكن حتى داخليا داخل المنزل، داخل المنزل خاصة في المنازل اللي غمرتها المياه داخل تحصل يعني كل المفاتيح الكهربائية مليئة بالماء. بالضبط، كلها بأكملها، محتاجة لها في شخص متخصص يتأكد من سلامتها. فبالتالي لابد من التأكد من الشخص اللي يتم استدعائه لفحص الأسلاك أو التوصيلات الداخلية في المنزل، بحيث أن يكون شخص مرخص، مش أي شخص أجيبه من الشارع وأقول له تعال اشتغل. أتأكد في حالة الرغبة في الحصول على المرخصين من الكهربائيين بالإمكان التواصل مع شركات الكهرباء، متوفر عند القوائم وأيضا موزعة، فالكل ممكن يستفيد من الناس المرخصين. هذا جزء داخل المنزل. أيضا في بعض التوصيلات في بعض البيوت موجودة خارج الملك، نتكلم عن حوش البيت. أيوة، فبالتالي مطلوب أيضا التأكد من فصلها قبل إدخال الكهرباء. أيضا التوصيلات الخارجية، الكابل الرئيسي الموصل من العمود إلى صندوق العداد أو لداخل المنزل أو البيت، تأكد من سلامته بحيث ما يكون مضروب، ما يكون متأثر بالجرف المياه. نتأكد من هذه النقاط، بعد ذلك نتوجه إلى شركات الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي. معنا بعض المناطق احنا فصلناها احترازيا، كهرباء موجودة لكن ما ممكن نوصل البيت. أيضا في عندنا توجيهات للموظفين أو المفتشين الموجودين في الشركة، ما يتم توصيل أي منزل غير مأمون دخول الكهرباء فيه. نعم، كيف يتم التفريق بين منزل مأمون؟ هل هناك يعني فريق يزور هذا المنزل؟ نعم. كل منزل؟ نعم، هناك مبادرة حاليا طرحتها مجموعة نماء لفحص التوصيلات الداخلية بواسطة متبرعين أو متطوعين شباب عماني تطوع لفحص التوصيلات الداخلية، وهم متخصصين أيضا مرخصين. جميل. لفحص التوصيلات الداخلية في كل العقارات في ولاية الخابورة، وبالتالي نفس الفكرة في ولاية السويق. هذا بالإضافة إلى أيضا مجموعة من وزارة الدفاع مهندسين وفنيين متخصصين دخلوا من ضمن التطوع في فحص التوصيلات. ممتاز. الخاصة بالعقارات والمنازل المتأثرة بالأنواع المناخية. نعم، إذا كل منزل يجب أن يتأكد من مأمونية وسلامة الكهرباء داخل منزله من خلال فحص أولي من قبل الفني. طيب كيف يتواصل المنزل أيضا مع هؤلاء الفنيين؟ في قنوات تواصل واضحة؟ طبعا في عملنا احنا مثلا في مزون، يعني مركز تواصل مصغر في ولايه السويق لغرض يعني خدمه المشترك في هذا الموضوع. ممتاز. طبعا يعني المجموعه المتطوعين بالاضافه الى الفنيين الموجودين اساسا في شركه كهرباء مزون هم قايمين بهذا الدور،
المتطوعين أيضا بيساعدوا، وأيضا مجموعة من وزارة الدفاع. فبكرة بنعلن الأرقام للهواتف لجميع الجمهور، أي واحد عنده أي مشكلة ويحس أنه في خطورة للتوصيل أو في يعني التسليكات خارج، فما عليه إلا يتواصل معنا، فالفريق بيوصل عنده وبيتأكد من سلامة المفاتيح الحماية وكذلك التسليكات. وبالتالي يعني بيكون هل هو ممكن نوصل له ولا ما ممكن. نعم. إذا ما ممكن طبعا لازم يقرا بعض التصريحات، وبالتالي يعني ترجع الخدمة فيما بعد. التصليحات من يتكلف أو يتكفل فيها، الشركة أم صاحب المنزل؟ والله هي يعني في مبادرة من شركات، يعني في بعض مثلا أجهزة الحماية ممكن توفرها الشركات، لكن بعض التسليكات الداخلية لازم المشترك أيضا يقوم بها. أيضا نحاول أن ندعم المشترك بالنسبة للصناديق العدادات في حالة إنها متعطلة ولا لا. نعم. فهي أيضا مبادرة كثير موجودة من قبل الشركات لدعم هؤلاء المشتركين. نعم. ولاية الخابورة الحال نفسها أيضا هناك نفس مبادرات الحال هي كبيرة. مثل ما تفضل المهندس ماجد، سيتم طبعا فحص جميع التوصيلات. القطع الرئيسية المؤثرة في توصيل التيار الكهربائي راح تمتب استبدالها بواسطة شركات الكهرباء. أنا أقولها بالشكل العام لغاية صندوق الفيوز اللي داخل البيت عشان تكون الصورة أكثر وضوحا. راح شركات الكهرباء تقوم بعملية التعامل مع الأعطال، ما بعد ذلك يتطلب من صاحب البيت بنفسه يقوم بعملية الإصلاحات وتجهيز الوضع لدخول التيار الكهربائي. نعم. ما يخص صندوق العداد وكابل الخدمة أيضا شركات الكهرباء راح تتحمل تجهيزه وتوصيله. نعم. عامل الوقت والسرعة في الإنجاز أيضا يشكل هاجس كبير. نتحدث عن الكهرباء يعني بالأحرى واحدة من أهم عناصر الحياة اليوم. الحياة الحديثة بشكل خاص، فالكل يتساءل أيضا المواطنين المقيمين في المنازل تأثرت الكهرباء لديهم، متى إن شاء الله ستعود الكهرباء في هذه المنازل؟ بالنسبة لمجان أو لشركة كهرباء مجان في ولاية الخابورة، نتحدث عن الخابورة 2%. عن الخابورة 2%. نعم. نفس ما ذكرنا، متى ما كان العقار جاهز مجان موجودة شبكتها جاهزة. كل بالنسبة للمناطق الجبلية، متى ما تمت فتحت الطرق وصارت صالحة للاستخدام بواسطة المعدات، ممكن تدخل المعدات، مجان أيضا جاهزة. نعم. في نقطة، في بعض المناطق التابعة لشركة كهرباء مجان وجدنا صعوبة دخول إلها من ولاية الخابورة، فعملنا مثل اللف، فدخلنا مناطق تابعة لولاية الخابورة من ولاية عبري، وصلنا مولدات بعد ما تم أيضا تجهيز الطرق. حاليا المناطق الموجودة والغير موصلة بالكهرباء هي مناطق المحصورة ما بين خابورة وعبري والطريق معدوم، فهي متمركزة في الوسط، فهذا فقط اللي احنا ما تمكننا نوصل له. نعم. طيب هل هناك تكامل أيضا بين القطاعات المتنوعة، مثلا القائمين على الطرق مثلا؟ نعم. بالإضافة نتحدث عن مولدات لا تستطيع أو معدات لا يمكن أن تنقل إلى هذه القرى بسبب طرق. صح. هل هناك تكامل في هذه الأيام؟ في تكامل. نعم. في عمل مشترك بين قطاع الكهرباء عموما سواء في كل عمان والقطاعات الأخرى مثل الخدمات الهندسية ووزارة الدفاع، بعدين جهد يشكروا عليه في توصيل في شق الطرق وتسهيل حركة الكل سواء كان قطاع الكهرباء أو القطاعات الأخرى. أيضا سلاح الجو السلطان العماني، تجهيز وشرطة عمان السلطانية، طائرات ما قصروا، أخذنا طائرات زرنا المناطق حددنا الأعطال الموجودة فيها، فكانت عندنا خطة مسبقة قبل فتح الطرق. جميل. ماذا يحتاج الموقع؟ ممتاز. طيب في تساؤل أخير عن ولاية السويق، وهي الولاية الأكثر تضررا من ناحية الكهرباء، يعني كما شاهدنا أيضا في مشاهد مبهجة أن المواطنين أيضا يعني هم سعيدين وموجودين داخل بيوتهم بالرغم من عدم وجود الكهرباء، وهم مقدرين الجهود تقدمونها في هذا القطاع لأنه الضرر أكبر بكثير من المتوقع حسب المشاهد المؤلمة اللي نشاهدها بالفعل في الحالة المدارية. شاهين، نتحدث عن المدى الزمني القريب بإذن الله بالنسبة لولاية السويق. الحمد لله احنا قطعنا شوط كبير في إصلاح الأعطال،
فممكن نقول أن ولاية السويق معظمها جزئيا فيها، يعني معظم القرى فيها وصلت الكهرباء جزئيا. الأجزاء المتأثرة هي الآن قائمين أن نصلحها. طبعا يعني أيضا يعني لازم يكون مثل ما ذكرت أن نكون حريصين في التعامل مع الكهرباء. أيضا يعني عامل السلامة، أيضا العمالة اللي تشتغل على الشبكات لازم تكون أيضا تتبع يعني إجراءات السلامة، فأيضا ومتخصصة. أيوة، فهذا عامل الوقت أيضا شوية ما نحاول نسرع على حساب سلامة العمال اللي يشتغلوا في هذا أو الفنيين اللي عاملين في قطاع الإصلاح. نعم، نتمنى ما يكون أكثر من أسبوع إن شاء الله. والله نحاول على نهاية الأسبوع القارب نأمل إن شاء الله أن نخلص معظم المناطق إن شاء بإذن الله. كل التوفيق لكم. شكرا لكم. شكرا على جهود تقدمونها، أيضا جهود مقدرة في هذا القطاع. المهندس إبراهيم بن علي الفارسي مدير أول مشتركين بشركة كهرباء مجان، والمهندس ماجد بن ناصر البوسعيدي رئيس عمليات التوزيع بشركة كهرباء مزون. شكرا جزيلا لكم. شكرا. شكرا جزيلا. ونتواصل معكم في أمسية الليلة، حيث الروح العمانية الأصيلة تنعكس في أرجاء هذه المساءات. ابقوا معنا.